شريحة واسعة من الشباب الذين قضوا سنوات طويلة في الدراسة لم يجدوا مناصا من الاتجاه صوب المشاريع الصغيرة لتحصيل لقمة العيش، ومن بين تلك المشاريع المطاعم الجوال التي انتشرت في الآونة الأخيرة في عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد لتقديم الوجبات السريعة. مصطفى خريج كلية الهندسة قسم الميكانيك لم يحصل على فرصة عمل ملائمة ليضطر للتوجه نحو مهنة بعيدة كل البعد عن تخصصه. من تخرجنا لحد الآن يعني اكيد ما حد استفاد من شهادته، يعني بلدنا مع الاسف يعني انه تتخرج تعلق شهادتك البيت، فتضطر انه تفتح لك مصلحه في سبيل تعيش عائلتك، وبنفس الوقت بعراقك احنا ما استفادنا من الشهاده نهائيا يعني بسبب الخلاعات اللي بين السياسيين، واضطرينا انه ندخل كل ما يتجه المصلحه اللي يسترزق من عندها ويسترزق اهله وعائلته. مصطفى وكحال الكثير من الشباب وصل إلى حالة من اليأس والإحباط تمنعه من التقديم إلى أي وظيفة تناسب تخصصه بسبب شيوع المحسوبية والفساد الإداري، حاله كحال سيف الذي ذهب هو الآخر لافتتاح مطعمه المتنقل في إحدى ساحات بغداد. صعب تلقى فرص، فرص قليلة، حيل قليلة موجودة. الحمد لله لقينا هاي الفرصة، احنا تكلمنا بيها بس فرص حيل ماكو، يعني هو الشباب قاعدة بدون كل شيء، حتى شغل ماكو، يعني شغل عامل ماكو. لم تقتصر المطاعم المتنقلة على الشباب الخريجين، فهناك أيضا عمال مطاعم مسرحون من عملهم بعد موجة إغلاق عدد من المطاعم المعروفة. اختار هؤلاء افتتاح مشاريعهم الخاصة بما يتناسب مع إمكانياتهم هربا من البطالة. المشكلة مشكلة جيل بأكمله، أنا أحد الشباب تخرجت من إدارة واقتصاد قسم محاسبة قبل سنتين، أعاني يعني نفس المعاناة اللي أعانيها سيف أيضا في قضية التعيينات، يعني صار لي سنتين أبحث عن تعيين وما أقدر أحصل أي وظيفة. ويبدو أن الكلفة الزهيدة نسبيا لمشاريع المطاعم الجوالة شجعت الشباب على افتتاحها لتسد ثغرة خلفتها الفوضى الإدارية وغياب التخطيط، فضلا عن الفساد الذي تسبب وما زال بكل هذا الكساد الذي يعيشه المواطن العراقي.